تابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة مراحل السباق التأهيلية والعائلي ضمن بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وذلك في قرية البحرين الدولية للقدرة. وحرص سموه على متابعة السباق العائلي لمسافة 20 كيلومتر بمشاركة جيدة من الفرسان والصغار، وحث الفرسان على تقديم المستويات المتميزة وتقديم النصائح، وذلك بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، نائب رئيس لجنة التنفيذ والتنسيق والمتابعة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن بالغ سعادته بالمشاركة التي شهدها سباق الأنجال، مشيرا سموه إلى أن الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبد الله يحصد ثمار الخطة الطموحة التي وضعها مجلس الإدارة بزرع ثقافة القدرة لدى الفرسان الصغار، بعد أن كانت العديد من الأهداف تحققت من خلال مشاركة العدد الكبير في الموسم الحالي من الشباب. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد أن السباق العائلي حقق أهدافه وهو باكورة السباقات العائلية للقدرة والتي سيواصل الاتحاد على تنظيمها خلال الفترة القادمة وفق الخطة الموضوعة حتى تنفيذ هذه الرؤية الطموحة التي تحتاج إلى تكاتف وتعاون من الجميع، وهو ما تابعناه في سباق الأنجال في بطولة العيد الوطني المجيد والسباق العائلي لبطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. وعن سباق 120 كيلومتر لبطولة سمو الشيخ خالد بن حمد أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن المنافسة ستكون مفتوحة بين الصبلات والفرسان والجميع سيسعى لتحقيق أفضل النتائج، مبينا سموه إلى أن المؤشرات تؤكد بأن السباق سيحظى بإثارة وندية عطفا عن المستويات والجاهزية المتميزة للفرسان والصبلات خلال السباقات الماضية. من جانبه أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن تقديره لدعم ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد لسباقات القدرة، وهو ما يعزز مكانة البطولات ويؤكد التطور الكبير لرياضة الفروسية في مملكتنا خصوصا سباقات القدرة. وأوضح سمو الشيخ خالد بن حمد إلى أن مشاركة الفرسان المرتقبة في السباق تعزز من قوة المنافسة في السباق المرتقب، وأن جميع الفرسان يمتلكون خبرة كبيرة ومتميزة بالإضافة إلى المستويات الكبيرة التي ظهر عليها الفرسان في سباق العيد الوطني الماضي تبشر بمستوى كبير وتنافسي في السباق. وتمنى سموه كل التوفيق والنجاح لكافة الصبلات والفرسان المشاركين في السباق وتقديم أفضل المستويات لتأكيد مكانة رياضة القدرة البحرينية، مشيدا سموه بجهود الاتحاد الملكي وكافة العاملين وجرى تتويج المشاركين في السباق العائلي.